السعودية على توقيع اتفاقية شراكة مع وكلاء السياحة والأسفار في الجزائر تنسيقا لموسم العمرة المقبل، ومعلنين عن تسعيرات مغرية تصل إلى 100 يورو ولا تتجاوز 150 يورو كأقصى حد للإقامة لمدة أسبوع بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن تم الكشف عن إحصائيات هامة تؤكد أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية عربيا في الإقبال على العمرة والخامسة عالميا، وهو ما تترجمه العروض والتخفيضات التي تقترحها 26 شركة سعودية، حسب سعد جميل القريشي رئيس مجلس إدارة شركة القريشي المنظمة لموسم العمرة بالسعودية.